دشن سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء المعرض الفني التذكاري للأعمال الإبداعية للفنان الراحل راشد العريفي بحضور عدد من الفنانين والمثقفين البحرينيين. وقد ألقى سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء كلمة أكد أن هذا المعرض يستذكر عطاء الفنان الراحل ودوره البارز والريادي في مملكة البحرين والتي فقدت أحد رواد الفن التشكيلي والذي أعطى لبلده الكثير. من جانبه أشار السيد أحمد العريفي شقيق الفنان الراحل أن المعرض الفني قد عرض عددا من أفضل أعماله على مدى 4 عقود مخلفا إرثا نعتز به ونفخر به جميعا. ويضم المعرض مجموعة مميزة للفنان الراحل من أكثر من 35 عملا فنيا والتي تعكس اهتمامه بعلم الآثار والحضارة القديمة، حيث سيتم التبرع بعائدات البيع للعديد من الجمعيات الخيرية كجمعية ذوي الاحتياجات الخاصة وجمعية البحرين لذوي الاحتياجات الفكرية وأمراض التوحد. للمرحوم راشد العريفي بصمة كبيرة على الفن في البحرين، فهو من الرواد الأوائل ومن المؤسسين للحركة التشكيلية في البحرين، ترك إرث فني وثقافي كبير وشارك مع زملائه ومع الرواد اللي معاه في تأسيس الحركة الفنية في البحرين، ونحن مدينون له بما نراه من واقع ثقافي وفني له ولزملائه اللي ساروا في نفس الدرب.